وللحديث عن الشأن السياسي في العراق ينضم معنا من اسطنبول عبر الهاتف السيد نظير النداوي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد نظير، بداية كيف تقرأ قرار المحكمة الاتحادية وفي أي اتجاه يصب؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة القرارات الجديدة للمحكمة الاتحادية ستبدأ فصلا جديدا من الصراعات التي لم تنتهي في السابق، والآن فصل جديد لهذه الصراعات. الآن هذه القرارات أبدت كتل سياسية ترحيبها بها، وكتل سياسية أخرى انزعاجها وعدم وضوحها بالنسبة لها. طبعا الكتل التي رحبت بها هي الكتل التي لم تحصد أصوات أو مقاعد برلمانية كثيرة، أما الذين يعني لم يلاقوا هذه القرارات بالترحيب هي الكتل التي حصدت أصوات كثيرة وعدد مقاعد كبيرة. الآن يعني بدأ فصل جديد من هذا الصراع. طيب عفوا أستاذ نظير، كتل لم تتحصل على أصوات كثيرة في الانتخابات ترحب بقرار المحكمة الاتحادية، والعكس صحيح، ولكن لماذا نرى تخوفا من الكتل الفائزة مثل سائرون والفتح؟ يعني هي هذه أكثر الكتل التي تدور حولها الشبهات، يعني التزوير التي حصلت في هذه الانتخابات، وبالتالي فإن أي إعادة فرز يدوي إذا فيه شيء من النزاهة سوف تتأثر عدد أصواتها بشدة، وبالنهاية سيكون ثقلها السياسي أقل بكثير من النتائج الحالية، وهذا يؤثر على تحالفاتها ويؤثر على كل مجمل العملية السياسية مستقبلا، ويعني شكل الحكومة التي سوف تشكل. لا. الآن كان يعني أكثر موقف به وضوح لرفض هذه العد والفرز هو موقف يعني العصايب جماعة قيس الخزعلي، فأبدت بعدم وضوح هذه القرارات وأنهم سيكون لهم موقف منها، جاء بعد موقف سائرون. يعني سيد نظير، هل تتوقع أن المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود التي لها صيت عالي في العراق من ناحية التلاعب بالقوانين والتعدي على القوانين كذلك، هل تتوقع أنها ربما قد تخرج بقرار قد يسبب صراعا سياسيا قويا حقيقيا في العراق نتيجة كشف الحقائق، وربما قد تطال هذه الأمور حتى نور المالكي الحليف القوي طبعا لمدحت المحمود؟ من الممكن أن تسير بهذا المسار، ولكن دون المس يعني ولاءاتهم. أنت كما تعلم أخي الكريم أن المحكمة الاتحادية ليست نزيهة وليست محايدة، وهي لها صلات بأطراف سياسية، وأخص الذكر يعني نور المالكي، وبالتالي أن النتائج المتوقعة بعد عملية العد والفرز هو بروز المالكي من جديد بعدد جيد من الأصوات، وأهله أن يكون لاعب قوي في العملية السياسية القادمة. إضافة إلى التحذير الذي قاله الصدر عبر نصائحه التسعة، يقول أنه يعني نحذر من أن تكون المحكمة الاتحادية قد وقعت تحت تأثير تيارات سياسية أو أحزاب سياسية، وهذا منذ الآن هم يشككون الآن بنزاهة المحكمة، وبالتالي أي قرارات غير ملائمة لهم أو أي نتائج غير ملائمة لهم بعملية العد والفرز سوف يطعنون أيضا بصحتها. طيب. ونزاهتها الكتل الفائزة سيد نظير تقول إن إعادة الفرز سيؤدي إلى فراغ دستوري، والعبادي نفى هذا الموضوع وقال ليس هناك فراغا دستوريا في العراق، الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال، هي حكومة شرعية، وحتى يتم التصديق أو المصادقة على النتائج وبدء البرلمان الجديد بالعمل ستبقى هذه الحكومة قائمة. ماذا يعني هذا التصريح؟ طبعا هذا الإعلان العبادي مناورة شديدة الذكاء، الجميع الآن يعني يسلط الضوء على أنه فراغا دستوريا سيحصل، وبالتالي هم يريدون أن يجردون العبادي من صلاحياته كرئيس وزراء وجعلها حكومة تصريف أعمال ليست لديها صلاحيات واسعة، وهذا ما قال فعلا يعني التيار الصدري وباقي الكتل. ولكن المناورة التي قام بها العبادي هو محاولة لوقف هذه التأثيرات أو استغلال عملية الحالة الطارئة التي ستكون بعد انتهاء المهلة الدستورية.
وكأنما هو رد فعل من العبادي وجناحه يعني المتمثل معه سليم الجبوري وكأنه انقلاب. وإذا تعرف أخي ستعقد غدا يوم الجمعة جلسة استثنائية للبرلمان يؤمل حسب مصادر صحفية يؤمل أن تمدد عمل البرلمان. فالحكومة يتم تمديد عملها بصلاحيات كاملة والبرلمان يمدد عمله بصلاحيات كاملة وبالتالي سيكون يعني الكفرة راجحة يعني هل هو تكرار لسيناريو عام 2010 بعد انتخابات علاوي والمالكي؟ الأمور تختلف الآن. يعني كان في حينها المالكي مدعوم من إيران تماما لكن الآن الحصان الرابح بالنسبة للإيرانيين ليس المالكي إنما تحالف الفتح بقيادة هادي العامري ويعني والميليشيات التي معه. الأمور مختلفة الآن وفي حينها كانت الولايات المتحدة على توافق مع إيران. الآن توجد حالة شبه يعني ممكن توصيفها بحالة تنافس ما بين النفوذ الإيراني والأمريكي. الأمريكيون يحاولون المراهنة على العبادي ومن حوله لتشكيل الحكومة القادمة. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا سيد نظير النداوي الكاتب والباحث السياسي العراقي.